من منا لا يذكر كم كان فضل شاكر مقربا من إمام مسجد بلال بن رباح، فهو تخلى عن حياته الاجتماعية ومشواره الفني الناجح ليكون إلى جانب من اقتنع بمبادئه. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. بين الفنان والشيخ علاقة ذهب فيها شاكر إلى أقصى حدودها، حتى أحداث عبرة انقطعت بعدها أخبار فضل شاكر، وترددت الروايات حول مكان اختفائه، إلى أن قرر في أذار الماضي فصل مصيره عن مصير الأسير، مسربا أنه قطع علاقته به وأن لا علاقة له بأحداث عبرة، معلنا استعداده لتسليم نفسه، لكنه لم يفعل. توقيف أحمد الأسير أعاد مصير فضل شاكر إلى الواجهة، وعاد الكلام مجددا عن نية الفنان المعتزل تسليم نفسه للعدالة. ما قلت إنه هلأ يعني أو إيني أو يعني مثل ما عم بينقال إنه كأنه هلأ لحي جاي فضل شاكر يسلم حاله. أنا قلت سابقا وبرجع بقول إنه قرار توقيف أو تسليم نفسه للقضاء هذا شيء ساعة هو بيحددها، ما حدا بيقدر يحددها غيره، ولكن هو يعرف نفسه إنه هو مش مرتكب أي جريمة ولا يحمل أي ذنب بقضية عبرة، ولم يعتدي على جيش اللبناني ولا دخل له بقضية شهداء الجيش. وكان يمكن لولا أنه يعاني بعض الأمراض المعينة أنه مثل ضغط والسكر والأشياء هاي، كان هو سلم نفسه وما كان عنده مشكلة حتى يبقى وراء القضبان إلى أن تظهر براءته، ولكن وضعه الصحي لا يسمح ببقائه فترة طويلة داخل السجون، عشان هيك نحن عم نحاول أنه تكون الفترة اللي بده يتوقفها أقل فترة ممكنة. لا رابط بين توقيف الأسير وقرار فضل شاكر تسليم نفسه، تقول محاميته التي تنفي أي علاقة لشاكر بالقبض على الأسير. لا يربط بين موكلي الفنان فضل شاكر وبين الأسير منذ قبل أحداث عبرة بحوالي أسبوع أي رابط أو أي صلة أو حتى أي اتصال، يعني الأمر منقطع كليا نتيجة خلافات حصلت بيناتهم على أمور معينة، ومن يوم موكلي ما بيعرف أحمد الأسير ولا أحمد الأسير بيعرف يعني أو ما عندهم اتصالات ببعضهم نهائيا. إلى حين إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه ستبقى حكاية فضل شاكر مع الأسير لغزا وقطبة تخفي وراءها الكثير من المفاجآت.